السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ايه موضوع الـ Objectives، العناصر اللي هتلاقيها دي بتقول لي ايه العناصر الموجودة عندك في المشروع. يعني على سبيل المثال، لو عندك أكتر مشروع هيبدأ يجيب لي مشروع 1 2 3 4 وهكذا. طيب أنا عندي أهو نيو بروجكت، وهتلاقي عندي مثلا Assisted Views، تعال نفتحهم. ده هنا Views، في الفيو ده والفيو دوت، فأنا ممكن أقول له ايه ادفي لي ده أو ادفي لي دوت بالشكل دوت، تمام. او افعل واحد فيهم، اقول له مثلا عايز تكست، تمام، هات لي التكست. ممكن تقول له اظهر لي التكست او اخفي لي التكست. ممكن تقول له الولز، الولز اهيت، كل واحد فيهم بيبدأ يديني لون ازرق بيدل عليه. ممكن اقول له مش الغيه بس ما تخلوش يظهر دلوقتي. ممكن اقول له sort by drawing file، ده drawing file اهوت، نفس الحاجات بس بدأ يلتفهم بشكل مختلف. ده الليارات من المعمار لوحده وبقية العناصر لوحديها وهكذا. فأقدر أشوف كل العناصر اللي موجودة في المشروع.